هو القضيه دي كفكر صالح اتكلم فيها، ان الاحتراف مفهوش ان انت تقول اخد مهاجمين وما اخدش حراس، المفروض الاحتراف احتراف. ولكن مع التجربه العمليه اللي مصر نفذتها قبل كده، احنا جه في وقت كان فيه 11 حراس مرمى اجانب، بس مش فرز اول، فرز تاني او فرز تالت. فرز اول يعني ايه؟ بالانطواء، هل حد يقدر يقول سواء اللي اتفرج عليه او ما اتفرجش؟ لان لما جبنا بيلونتوان كنت انا موجود في المقاولين العرب، انا والله يرحمه الكابتن فؤاد صدقي المدير الفني. اما جيب بيلونتوان، لا كان بيلونتوان بيلاعب اي نادي لوحده، ده فرز اول. انما جينا في فتره انا بقى كمدرب منتخب اجي اختار من 18 نادي 18 حارس، ولا اختار من أربعة؟ يعني انا لما اجي اختار، ما انا عندي في وقت من الاوقات كان 11 حارس مرمى اجنبي افريقي، لا فرز اول ولا تاني، تالت ورابع. فما فيش فرصه لمدرب المنتخب يختار، هيختار الاربعه الموجودين 3 من 4. انا اختار 3 من 18 ولا 3 من 4؟ لا 3 من 18، 18 عشان يبقى بينافسوا بعض. تقوم تطلع ثلاثة، بتطلع ترتيب يعني عايز اطلع الاول والثاني والثالث، اطلعه من 4 ولا اطلعه من 18؟ من 18. فهي دي القصه. وانا ما قلت الكلام ده قلت مع احترامي لاي راي، لاني اثيرت هذه الموضوع وقلت ده غلط، ولكن مع احترامي للاداره اللي بتدير المنظومه، يمكن لها وجهه نظر انا مش عارف. انما وعشان كده احنا عملنا التوصيه دي كانت ايام الكابتن جوري، ولكن اللي نفذها ايام الكابتن حسن شحاته والله يرحمه سمير زاهر، واتخذ القرار الاحتراف ولكن حراس لا. ومش بدع، الامارات عاملاها، يعني الامارات لانها عانت من اللي احنا عانينا. حاليا الامارات دلوقتي ممنوع استخدام، شوف على قد الامكانيات الفلوس اللي عندهم وبيجيبوا لعيبه بكام، انما حراس مرمى لا. ده واحد. اتنين، مدربين حراس المرمى، لان بقت دلوقتي الموضه هنجيب مدربين حراس مرمى اجانب. غلط. ليه؟ لان مصر يا جماعه 105 مليون، وانا من سنتين الحمد لله عملنا لغايه دلوقتي 33 ورشه، انا بشوف مدربين على اكبر مستوى من اصل خلي بالك مدرب حراس المرمى لو مش شخصيه ما ينفعش. فانا مصر مليئه بالشخصيات المدربين اللي هم وكلهم اولادي وعارف. تيجي تمسك احمد ناجي، احمد المندو، عمرو عبد السلام، عصام عبد العظيم، في مجموعه من المدربين ما شاء الله شخصيه وكيان، وبداوا يزودوا الخبرات بتاعتهم والعلم.